كمان بيواصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الداخلية زي ما قلت لحضراتكم يوم الحد اللي جاي إن شاء الله. طبعا ده في منافسات الدور ال 16. يمكن مارسيل كولر المدير الفني عمل محاضرة مع اللاعبين قبل بداية التدريبات بيراجع عدد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة. يمكن كمان في مجموعة من اللاعبين أدت تدريبات استشفية أو ريكفري في الجيم وفق للبرنامج التدريبي الخاص للتحضير لهذه المباراة. شاهد كمان المباراة تنفيذ فقرات على المستوى البدني على المستوى الخططي، وأكيد ما فيش صغيرة وكبيرة الحقيقة بيسيبها مارسيل كولر، كل واحد عارف دوره بالظبط. بنشوف تاني مجموعة من اللعيبة الشباب الموجودين في تدريبات النادي الأهلي موجودة، و ان شاء الله يكون ليهم دور مهم جدا في الفتره اللي جايه. التدريبات زي ما بقول لحضرتك التدريبات البدنيه ما فيهاش شكل العنف قوي، خلاص احنا تقريبا في نهايه الموسم، ويعني كمان لو بنقول التحيه على المستوى الفني للجهاز الفني كمان لازم نقول تحيه الحقيقه للجهاز الطبي ومشرف اللياقه البدنيه او مدرب اللياقه البدنيه. الحقيقه كنا بنعاني السنه اللي فاتت من اصابات كثيره جدا، تاتش وود يعني عندنا الحمد لله السنة دي عدد قليل جدا من الإصابات، عندنا مشاركة لعيبة كتيرة جدا جدا من السكواد على مستوى الدوري الحمد لله، ما عندناش إصابات مقلقة شوية، كل الإصابات إصابات خفيفة. عندنا إن شاء الله هيرجع زي ما قلت لحضراتكم عندنا أكرم وعندنا يعني عمرو السولية إن شاء الله يكون متواجد، الحراس العمالقة موجودين طبعا بغياب الشناوي لأن من اللعيبة اللي واخدة راحات. كل التوفيق ان شاء الله للمباراه اللي جايه مباراه الداخليه، ان شاء الله تكون مباراه جيده ونقدم ان شاء الله اداء جيد ونتيجه جيده ان شاء الله للصعود لدور الثمانيه في كاس مصر. قبل ما نخرج وزي ما عودنا حضراتكم في الحصاد بنبص سريعا او نراجع سريعا على جدول الدوري المصري المنتهي بعد نهايه المسابقه، نشوف الترتيب الاخير لمسابقه الدوري المصري لموسم 2022-23 بتصدر أكيد النادي الأهلي بطل هذه النسخة وعودة للبيت، يعني خلاص الدوري في الجزيرة. الأهلي بموسم استثنائي ب 83 نقطة في المركز الأول، يليه بيراميدز في المركز الثاني بفارق 10 نقاط 73 نقطة، الزمالك 60 نقطة بالمركز الثالث، فيوتشر المركز الرابع ب 58 نقطة، النادي المصري في المركز الخامس ب 48 نقطة. هتلاقي عدد النقاط بقى ما بين الخامس لغاية العاشر تقريبا هتلاقي ما بينهم نقطتين ثلاثة، إنبي في المركز السادس، الحقيقة إنبي كمان عامل الدور الثاني بمستوى أكتر من رائع وقدر يوصل للمركز السادس ب 45 نقطة، مقاولين العرب في المركز السابع 44 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز الثامن ب 43 نقطة، فاركو في المركز التاسع 42 نقطة، زي ما بقول لحضراتكم فرق النقاط نقطة 2 ما بين كل مركز. سموحة في المركز العاشر 42 نقطة، الإسماعيلي في المركز ال 11 ب 40 نقطة، وطبعا الإسماعيلي أتمنى إن شاء الله السنة اللي جاية ما يكونش بيعاني المعاناة الكبيرة اللي عاناها السنة دي في الهروب من يعني قاع الدوري، لأن النادي الإسماعيلي نادي كبير جدا جدا. البنك الأهلي أنهى الدوري في المركز ال 12 ب 39 نقطة، يليه سيراميكا كليوباترا في المركز ال 13 ب 37 نقطة، طلائع الجيش بعد معاناة كبيرة كمان في هذا الموسم قدر ينهي الموسم في المركز ال 14 ب 36 نقطة، الداخلية في الدقائق واللحظات الأخيرة من الدوري قدر إن هو يبقى في الدوري الممتاز في المركز ال 15 ب 35 نقطة. أسوان غزل المحلة حرس الحدود الهابطين إلى دوري المحترفين السنة اللي جاية، أسوان في المركز 16 ب 33 نقطة، غزل المحلة نفس عدد النقاط في المركز 17، حرس الحدود في المركز الأخير ب 25 نقطة. هداف الدوري، مين هداف الدوري السنة دي؟ نبص كمان على قائمة أو ترتيب هداف الدوري المصري للموسم دوت، وطبعا في المركز الأول مبلولو لاعب الاتحاد السكندري ب 16 هدف، يليه زيزو لاعب نادي الزمالك ب 13 هدف، ثم محمد شريف طبعا النادي الأهلي ب 11 هدف، وزي ما بقول لحضراتكم محمد شريف عدد الدقائق مقارنة بزيزو وطبعا هداف النادي الاتحاد السكندري مابولولو عدد دقايق قليل جدا، لكن قدر يخش
قدر يخش في المنافسة. وطبعا ده غير ضربات الجزاء، يعني في بعض اللاعبين مبلولو كان بيلعبوا ضربات جزاء. فعايز أقول أن كمان محمد شريف قدر يقتحم هذه القائمة بنجاح شديد جدا جدا ب 11 هدف. عدد الدقائق كان أقل كتير جدا من زيزو ومن مبلولو، لكن قدر محمد شريف أنه يحقق المركز الثالث إن شاء الله بإذن الله الموسم اللي جاي يكون من الأوائل. خلينا نروح لفاصل سريع، لأن بعد الفاصل هنستقبل مع حضراتكم اثنين من نجوم النادي الاهلي، الكابتن الكبير عادل طعيمة والكابتن الكبير عمرو الحديدي. هنتناقش فيه ملفات كثيره جدا تخص اكيد نادينا العظيم النادي الاهلي بعد الفصل.